الإسرائيليات لعبت دورا خطيرا في عرض وتشويه وتحريف قصص الأنبياء والميل بها والعدول بها عن سياقها ومقاصدها التي تبدو للمتدبر بادي الرأي أول ما يقرأ الآيات. فقال القوم وافتروا على هذا النبي المبجل النبي إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، قالوا كذب 3 كذبات وأشاعوها، ولذلك ظهرت في الكثير والعديد من الكتب أيضا، كتب الإسلامية وبعض كتب التفاسير تناقلتها كروايات دون إدراك خطورتها ودون العرض على كتاب الله جل شأنه لتتبين لك إشكالية الخطيرة التي يقع فيها الإنسان حين يتمسك بتلك الإسرائيليات ويصدقها ولو كان يذكرها على سبيل الإخبار فقط. تشويه لصورة الأنبياء، وهذا دأب بني إسرائيل مع الأنبياء، يقتلون الأنبياء بغير حق ويفترون عليهم الكذب. فمن جملة من افتروا عليه هذا النبي المبجل إبراهيم عليه السلام، سقيم في سياقها. ممكن الإنسان في نحن كبشر اليوم حين تدخل في نقاش مع أحد ثم بعد نقاش طويل ترى أن هذا الذي أمامك كأنه الحجر في صلابة رأيه على بطلانه وزيفه، فماذا تقول؟ تقول صراحة أنا مريض مما أسمع، انتهيت، هلكت من ما سمعت. هل تقصد بها المعنى الحرفي للهلاك؟ هل تقصد بها المعنى الحرفي للفظة السقم؟ ممكن جدا أن يكون من سياق الآيات إبراهيم عليه السلام قال لهم إني سقيم مما سمع، ولكن هم لا يفهمون،